هذه نشرة إخبارية مفصلة نستهلها بالعناوين. تظاهرتان في رام الله وغزة تطالبان السلطة الفلسطينية بإنهاء العقوبات على القطاع وتسديد رواتب الموظفين فيه. العبادي يعد احتراق مخزن لصناديق الاقتراع في بغداد جزءا من مخطط لضرب البلاد، ومفوضية الانتخابات تؤكد وجود نسخ احتياطية. ألمانيا تتهم واشنطن بتدمير علاقة الثقة مع أوروبا، وترامب يرد تجارة النزيهة يطلق عليها الآن اسم التجارة الحمقاء إن لم تكن متبادلة. عشية القمة التاريخية لترامب وكيم في سنغافورة، لقاءات تمهيدية بين مسؤولين من البلدين لتقريب وجهات النظر. أهلا بكم. شهدت رام الله تظاهرة للمطالبة بإنهاء العقوبات على غزة من قبل السلطة الفلسطينية، وتعهد المشاركون بمواصلة نشاطهم في الأيام المقبلة. لجان المقاومة أعلنت تأييدها للتظاهرة واعتبارها تأكيدا على وحدة الشعب الفلسطيني. نسرين سلمي. مطالبين بإنهاء العقوبات على غزة من قبل السلطة الفلسطينية منذ أكثر من عام، تظاهر مئات الفلسطينيين وسط رام الله. المتظاهرون هتفوا مطالبين بتطبيق قرارات المجلس الوطني في آذار مارس الماضي التي دعت إلى دفع رواتب الموظفين في القطاع وإنهاء العقوبات، لكنها لم تطبق حتى الآن. لا مبرر لاستمرار هذه الإجراءات. المجلس الوطني الفلسطيني وأعلى سلطة تشريعية فلسطينية أخذ قرار بإلغاء هذه الإجراءات. مطلوب من السلطة التنفيذية الالتزام بتطبيق هذا القرار. التظاهرة نظمها نشطاء حراك لرفع العقوبات عن غزة، وهم مجموعة من الأكاديميين والكتاب والصحفيين الذين أكدوا أنهم قرروا كسر الصمت تجاه ما يعانيه القطاع من أوضاع إنسانية واقتصادية وصفت بالكارثية. على الرئيس محمود عباس فورا أن يبادر إلى إلغاء العقوبات التي فرضها هو وحكومته على قطاع غزة. عن الأوان أن يسمع لرأي الشعب. الشعب الفلسطيني كله موحد في مطالبة الحكومة بإلغاء العقوبات على قطاع غزة. عشرات الفيديوهات كانت قد أعدت خلال الأيام الماضية من قبل نشطاء الحراك على مواقع التواصل الاجتماعي تندد بالعقوبات على غزة. ونقول لهم الآن بأننا لن نتفهم أي أسباب لاستمرار هذه الإجراءات في ظل الهجمة الشرسة وفي ظل الحصار الفظيع الذي يعاني منه أهلنا في قطاع غزة. وكانت السلطة قد فرضت عقوبات على غزة بعد تشكيل حماس اللجنة الإدارية لإدارة شؤون القطاع ورفضها تسليم المهمات لحكومة رامي الحمدالله، وهي من الأمور التي ساهمت في فشل المصالحة وبالتالي عملت على تعميق الأزمة التي يدفع ثمنها المواطن في غزة. هي صرخة فلسطينية لإنهاء عمر من الانقسام وإعادة اللحمة لأبناء الشعب الواحد وللالتفات للقضية الأهم، تحرير الأرض وإنهاء الاحتلال. نصر سلمي، رام الله، الميادين. في غزة نظم حراك وطنيون لإنهاء الانقسام ولجان العشائر اعتصاما في ميدان الجندي المجهول وسط القطاع، وجاء ذلك احتجاجا على استمرار ما وصفوه بالإجراءات العقابية التي تفرضها السلطة على غزة. طالب المعتصمون السلطة بالتراجع عن إجراءاتها وإعادة صرف رواتب الموظفين وتولي مسؤولياتها تجنبا لوقوع كارثة إنسانية في القطاع. يعني هذه الوقفة تندرج في إطار إعلاء الصوت رفضا لاستمرار الإجراءات العقابية على قطاع غزة، عدم إنزال الرواتب وعدم العمل بالتحويلات الطبية وأزمة الكهرباء وأزمة البطالة والفقر وغيره من هذه القضايا. رسالتنا للسلطة للقيادة الفلسطينية أن تضع قرار المجلس الوطني الفلسطيني موضع تطبيق الذي أقر بضرورة رفع الإجراءات العقابية فورا عن قطاع غزة وإنزال الرواتب لمستحقيها وعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل آذار عام 2017، لأن الحياة تحولت في قطاع غزة بفعل هذه الإجراءات
إلى حياة ضنكة، والاحتلال يحاول أن يتهرب من مسؤوليته عن حصار قطاع غزة وأن يحيل هذا الأمر للسلطة بفعل هذه الإجراءات العقابية. فلنسحب هذه الذريعة من الاحتلال لنعيد الحقوق إلى مستحقيها فورا. يعني أعتقد أن التظاهرات التي تجري اليوم بالضفة وغزة هي صرخة لصناع القرار الفلسطينيين ليقولوا بأننا لا يمكن أن نقبل استمرار هذه العقوبات. سمعنا بأن غدا سيعقد اجتماع، نأمل أن يعقد هذا الاجتماع ويحقق نتائج، ولكننا إذا لم نخرج بنتائج فعلية حقيقية يوم غد سنستمر في نضالنا ووقفاتنا اتجاه هذه العقوبات. فلا يمكن أن نقبل بهذه العقوبات أن تستمر. هي رسالة اليوم للجنة المركزية والحكومة لترفع هذه العقوبات وبأسرع وقت. على الرغم من أن شهر رمضان حافل بطقوس العبادة، تعكف المقاومة في غزة على رباطها وسلاحها على الحدود تحسبا لأي عدوان. أحمد غانم. في غزة عين ثاقبة لا تعرف الراحة أو النوم، هي عين المقاومة التي يعكف رجالها حتى في رمضان على ملازمة سلاحهم، يحمون أرضهم وحدودهم، وذلك عندهم أفضل العبادة. هؤلاء هم عناصر من نخبة سرايا القدس، يقومون بعملية تمشيط دقيقة على الحدود الشرقية لغزة. ورغم تحليق طائرات الاستطلاع المعادية فوق رؤوسهم، تتابع وحدات الرصد تحركات الجيش الإسرائيلي عن كثب تحسبا لأي اعتداء محتمل. التغطية النارية على الأرض تتكفل بها وحدة المدفعية التي تجهز نفسها كبقية الوحدات في حال وقوع أي اشتباك. حالة الهدوء الحذر في غزة تقابلها كما تقول السرايا جهوزية عالية واستعداد من المقاومين. كل وحداتنا القتالية متأهبة في الميدان وهي جاهزة لصد أي حماقة قد يرتكبها العدو الصهيوني في حال خرق اتفاقات التهدئة. نحن كمقاومة فلسطينية نعمل ليلا ونهارا في شهر رمضان وفي مختلف الشهور الأخرى، وبالعكس فإن شهر رمضان يزيد من عزيمة المجاهدين ويدفع المجاهدين نحو العمل في سبيل الله ونحو الجهاد ونحو الرباط. إنا أنزلناه في ليلة القدر. ومن بين أشجار الزيتون يستغل هؤلاء المقاومون قليلا من الوقت في الدعاء وقراءة القرآن. طقوس العبادة وإن كانت محببة بالنسبة لهم خاصة في رمضان، إلا أنهم يؤمنون بعظمة أجر جهادهم ورباطهم ويعدونه غذاء لأرواحهم تماما كالصلاة والصوم. إحنا كمجاهدين عباداتنا الحقيقية تكمن في الرباط على الثغور، تكمن في حراسة أهلنا في غزة من تقدم للاحتلال عن طريق الخط الزائل بإذن الله تعالى، تكمن عبادتنا الحقيقية في الرصد، تكمن عبادتنا الحقيقية في تتبع الاحتلال المتعجرف. نحن بندقياتنا كالصلاة وكالعبادات الأخرى هي غذاء للروح وهي وسيلة للتقرب إلى الله عز وجل في هذا الشهر الفضيل. هي إذن مقاومة غزة ويدها الضاغطة على الزناد جاهزة ألا تفرق بين زمان ومكان، ويبعث حضورها في نفوس أهل غزة الطمأنينة والأمل بالتحرير والانتصار. أحمد غانم، غزة، الميادين. دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قيادات العمليات في المحافظات إلى تجديد الإجراءات الأمنية على مخازن المفوضية العليا للانتخابات، وأكد أن القوات الأمنية واجبها حماية الناخبين والمراكز الانتخابية من الخارج ولا علاقة لها بالداخل، حرصا على استقلالية العملية الانتخابية. العبادي أشار إلى أن التحقيقات مستمرة لمعرفة ملابسات حادث حرق المخازن الانتخابية، قائلا إن تزامنه مع ذكرى احتلال داعش للموصل يمثل مخططا لضرب البلاد. وإلى ذلك أكدت المفوضية العليا للانتخابات في العراق أن الحريق الذي طال مخازنها في بغداد لا يؤثر على نتائج الانتخابات لوجود نسخ احتياطية. رئيس مجلس المفوضين معن الهيتاوي أوضح أن الحريق شمل أجهزة تسريع النتائج والتحقق الإلكترونية لكنه لم يطل صناديق الاقتراع. أكد أن المفوضية مستهدفة لثنيها عن أداء عملها الديمقراطي، داعيا المؤسسات الدستورية
الدستورية وقادة الكتل السياسية إلى تحمل مسؤولياتهم للحفاظ على مخرجات العملية الانتخابية. هذا وكان حريق كبير قد شب في مخزن لصناديق الاقتراع في منطقة الرصافة في بغداد أدى إلى احتراق قسم منها وتم إنقاذ قسم آخر. علي مرتضى. هكذا تم إنقاذ ما تبقى من صناديق اقتراع لم تلتهمها النيران في الحريق الذي اشتعل في مستودع تخزين الصناديق الانتخابية في منطقة الرصافة في بغداد. وزارة الداخلية العراقية وعلى لسان المتحدث باسمها اللواء سعد معن أعلنت أن الدفاع المدني سيطر على نيران الحريق التي التهم أحد أكبر مخازن صناديق الاقتراع وسط العاصمة. أحد المخازن نشب فيه الحريق، أما المخازن الثلاثة الباقية لله الحمد ليس فيها أي عملية حريق. الآن عملية نقل الصناديق من المخزن الملاصق للمخزن الذي احترق، وبالتالي عدم وصول النيران إليها. المخازن الثلاثة لم يصبها شيء، الحريق في المخزن واحد، المخزن الأول اللي فيه معدات وأجهزة وسجلات ووثائق وبعض الأمور متعلقة بالمخزن. الحريق هذا جاء قبل تنفيذ قرار مجلس النواب بإعادة العد اليدوي وفرز أوراق الاقتراع بعد إلغاء العمل بالأجهزة الإلكترونية، ويبقى الإعلان عن أسباب الحريق وما خلفه عاملا أساسيا في قرارات لاحقة حيال الانتخابات. رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري دعا إلى إعادة الانتخابات وملاحقة الجهات التي ساهمت في عمليات التزوير والتخريب، مؤكدا أن الحريق هو فعل متعمد وجريمة مخطط لها تهدف إلى إخفاء حالات التلاعب وتزوير الأصوات وخداع الشعب العراقي وتغيير إرادته واختياره. عضو كتلة الفتح في البرلمان العراقي النائب نعيم العبودي أكد للميادين أن البعض يسعى إلى خلق الفتنة في العراق وهو أمر لن يسمح به. المفروض خصوصا يعني رئيس السلطة البرلمانية الموجود كان يجب المفروض يتأنى وينتظر تحقيقات ومن ثم يظهر هكذا بيانات. بل أقول بأنه بعض الشخصيات في هذه الانتخابات خاصة هناك رؤساء كتل وهناك رؤساء أحزاب، وهذه المفوضيه المفوضيه انتخابات هو جاء بها البرلمان وصوت عليها، بالتالي الان الاشكالات لماذا لم تفز هذه الشخصيات؟ نعم نحن نقول لا توجد هناك انتخابات نزيهه 100%، ولكن هذه الخروقات يجب ان تعالج وفق ما رسم لهم من قبل الدستور والقانون. القفز على الدستور والقانون واخذ البلد الى المجهول هذا لن نسمح به ابدا، اعطينا الدماء من اجل ان يبقى العراق مستقلا موحدا، ولن نقبل بان ياخذ العراق سله الى المجهول. رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي حاكم الزاملي أسف لوقوع الحريق في أحد مستودعات صناديق الاقتراع. في اتصال مع الميادين أيضا شدد على أن القضاء يمكنه إخراج العراق من الأزمة الأخيرة. إحنا نحسن الظن بالقضاة والقضاء العراقي مستقل وبدأ يخطو خطوات جيدة في الفترة الأخيرة. أعتقد أن هذا الأمر إحنا قررنا ندخل بأزمة في البلد، البلد ما نحتاج يعني اليوم أزمات منهم أزمة المياه، الأزمة السياسية، الأزمة الاقتصادية، أن ندخل في أزمة أخرى وتؤثر على وضع العراق، وهناك من يحاول أن يخلق أزمات. لذلك نأمل أن يكون القضاء في مستوى الحدث ويعلمون جيدا أن هناك خطر على البلد، يجب أن يحتم هذا الملف من قبل القضاء العراقيين الذين تم انتدابهم. لذلك نعتقد أن القضاء قادر على إخراج العراق من هذه الأزمة التي تؤثر على سمعتنا الدولية وكذلك وضعنا الداخلي. هذه النشرة مستمرة معكم تتابعون فيها، لكن بعد هذا الفاصل. تعهد مصري إثيوبي بتسوية الخلافات بشأن سد النهضة. من جديد أهلا ومرحبا بكم. بدأ الجيش الإسرائيلي تدريبا عسكريا مفاجئا في الجولان السوري المحتل يستمر أياما عديدة بحسب وسائل إعلام إسرائيلية. المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال إنه تم استدعاء قوات من الاحتياط للمشاركة في التدريبات، وأضاف أن التدريب المفاجئ يهدف إلى الحفاظ على مستوى من التأهب والجاهزية لدى القوات والاستعداد لسيناريوهات حرب محتملة.
سيطر الجيش السوري على وادي عرعر ورسم الاحتياط في بادية السويداء بعد معارك عنيفة مع مسلحي داعش. عملية الجيش تهدف إلى تأمين منطقة حيوية نشط فيها التنظيم بموازاة جيوب أخرى له في ريفي البكمال والميادين ومحيط قاعدة التنف يستخدمها ملاذات له. محمد الخضر. لهيب المعارك يشعل بادية السويداء في صيفها اللاهب. الجيش السوري وحلفاؤه يطلقون عملية عسكرية ضد جيوب داعش في بيئة قتالية شديدة التعقيد. يتقدم المهاجمون من محاور ثلاثة هي تل الأصفر من جهة خربة الإنباشي، وجبهة القصر الساقية باتجاه خربة الإنباشي، وجبهة الزلف باتجاه تلول الصفا. تشق المدرعات طريقا صخريا وعرا لتدعم مجموعات الاقتحام. مهمة صعبة لكنها حاسمة في إطار تأمين البادية السورية. تنظيف الحدود مع الأردن مرحلة أولى، ثم تنظيف الحدود لتصل إلى حدود درعا مع الأردن، باعتبار أننا قطعنا شوط من التنف مع الأردن حدود ريف دمشق. الآن حدود السويداء، تجمعات لداعش في تلك المنطقة تشغل الدولة السورية، تشغل الجيش العربي السوري. نشط داعش فجأة على الحدود السورية العراقية وفي ريفي البوكمال والميادين وحتى بادية السويداء وقرب التنف. آلاف المسلحين من التنظيم فروا من عمليات الجيش السوري وحلفائه في معارك البوكمال ومن هجوم قصد على الرقة. وفرت البادية ملاذا للتنظيم وخصوصا قرب القاعدة الأمريكية في التنف، وباتوا ورقة ضغط قد يستخدمها الأمريكيون لتبرير بقائهم وربما وصل مناطق سيطرتهم في التنف مع شرق الفرات. بقاء القوات الأمريكية حاجة ماسة، باعتبار دخل تحت عنوان محاربة داعش، أن يكون هناك شيء اسمه داعش كدولة أو كتنظيم ولو كان افتراضيا. لكن الأهم من كل ذلك أننا نعلم أن داعش يعمل عند الأمريكي، وأن داعش الآن يسخر من قبل الأمريكي، وأن معركة الجنوب التي أراد يتم الحديث عنها ضمن صفقة إقليمية لم ترى النور حتى الآن، لكن أن الأمريكي يريد الاستثمار على داعش. رفض الأمريكيين التعاون مع روسيا والجيش السوري للقضاء على داعش أعطى التنظيم مجال مناورة كبير على ضفتي الفرات، واقع ميداني مد في عمر فلول التنظيم باتجاه عمق البادية. الضربات المتكررة التي تلقاها داعش كسرت ظهر التنظيم في سوريا، ما يجعل أي خطة لإحداث تغييرات جدية في الخريطة الميدانية عديمة الفائدة، خصوصا مع حسم الجيش السوري لمعظم الجبهات المشتعلة. محمد الخضر، دمشق، الميادين. أمل مفتي سوريا الشيخ أحمد بدر الدين حسون أن يكون شهر رمضان المقبل تهيئة للعودة إلى القدس. في تصريح للميادين على هامش مشاركته في إفطار رمضاني في دير مار أفرام السورياني، شدد حسون على أن منطقة بلاد الشام هي نقطة مركزية في السلام العالمي. أردت من سوريا أن تكون طوائف، وأردت من سوريا أن تكون أحزاب، وأردت من سوريا أن تكون أعراق. أرأيتم؟ هذه سوريا بأجدادها وأبنائها وأحفادها، هذه سوريا بمساجدها وكنائسها، هذه سوريا بقرآنها ومريم التي تنير في القرآن الكريم. لذلك اليوم سوريا تستقبل رمضان وتودعه، وهي على أمل أن يكون رمضان القادم وقد احتفلت سوريا بأجمعها بالتحرير من كل من أراد أن يلوث تربتها، لنهيئ أنفسنا للعودة إلى القدس بإذن الله. فلبنان وسوريا وفلسطين وشرقي الأردن هي الأمل للإنسانية جمعاء، فإن قام بها السلام قام السلام بالعالم، وإن اشتعلت بها الحروب اشتعلت الحروب في العالم. بطريرك السوريان الأرثوذكس إغناطيوس الثاني أكد للميادين أن عزيمة السوريين لتطوير حياتهم صارت أقوى.
ها هي سوريا، هي صورة مصغرة عن سوريا اللي ما قدروا الأعداء يدمروها، ما قدروا يخربوها، لكن بالعكس نحن صار عندنا عزيمة أقوى بهالأزمة هاي، إنه ما بس نكمل نمط حياتنا لكن نطوره أكتر. ومطلوب منا كلياتنا خاصة رجال الدين الإسلامي والمسيحي ناخذ مبادرات فعالة وحقيقية نخلي فيها أذهان شبابنا خاصة الشبيبة أذهان منفتحة تقبل الآخر وتعمل مع الآخر من أجل مستقبل سوريا. قررت السعودية والكويت والإمارات مساعدة الأردن بمليارين ونصف المليار دولار للخروج من الأزمة الاقتصادية، وجاء ذلك في بيان صدر في ختام اجتماع عقده العاهل السعودي وأمير الكويت ونائب رئيس الإمارات والملك الأردني. تتمثل المساعدات بوديعة في البنك المركزي الأردني وضمانات للبنك الدولي لمصلحة الأردن ودعم سنويا للميزانية لخمس سنوات. أعلنت القوة الصاروخية اليمنية إطلاق صاروخ باليستي من نوع بدر واحد على المدينة الصناعية في جيزان السعودية. كما أعلن الجيش واللجان الشعبية السيطرة الكاملة على مديرية المتون في الجوف بعد معارك عنيفة مع قوات التحالف السعودي. تعهد زعيما مصر وأثيوبيا بتسوية خلافاتهما بشأن سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على نهر النيل. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد إحراز تقدم بينما شدد رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد على التزام بلاده بضمان حصة مصر من مياه النيل. اتفق الجانبان على اتخاذ إجراءات لتنفيذ اتفاق يشمل السودان أيضا بشأن إقامة صندوق للاستثمار في البنية الأساسية في الدول الثلاث. وسنواصل جهودنا المخلصة والصادقة من أجل تجاوز أي تحديات مشتركة وفي مقدمتها التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن سد النهضة يؤمن استخدامات مصر المائية في نهر النيل الذي لا جدال فيه في أنه شريان الحياة الوحيد للشعب المصري وفي ذات الوقت يسهم في تحقيق التنمية والرفاهية للشعب الإثيوبي الشقيق. نشر الرئيس الأمريكي مجموعة من التغريدات يوجه فيها انتقادات لبعض حلفاء واشنطن في حلف شمال الأطلسي. ترامب قال إن التجارة النزيهة يطلق عليها الآن اسم التجارة الحمقاء إن لم تكن متبادلة. تساءل ترامب لماذا يتعين عليه السماح لدول بمواصلة تحقيق فائض تجاري ضخم فيما يتعين على المزارعين والعمال ودافعي الضرائب في أمريكا دفع مثل هذا الثمن الباهظ غير العادل. هذا واتهم وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير الثقة التي تجمع واشنطن بأوروبا. جاء ذلك على خلفية سحب ترامب تأييده البيان الختامي الصادر في نهاية قمة مجموعة السبع في كندا. ماس أكد أن تغريدة ترامب تدفع أوروبا إلى أن تقف موحدة تدافع عن مصالحها بطريقة أكثر عدوانية. بدورها أعلنت الرئاسة الفرنسية أن التعاون الدولي لا يمكن أن يكون رهنا لنوبات غضب أو انتقادات، معتبرة أن انسحاب ترامب من الإعلان الختامي لقمة مجموعة السبع ينم عن قلة تماسك وقلة انسجام. عقد مسؤولون من أمريكا وكوريا الشمالية لقاءات تمهيدية في سنغافورة لتقريب وجهات النظر عشية اللقاء التاريخي المرتقب بين ترامب وكيم يونغ أون. الرئيسان كانا قد وصلا أمس إلى سنغافورة والتقى الزعيم الكوري الشمالي رئيس سنغافورة مثنيا على استضافته للقمة. من جهته وصل ترامب على رأس وفد يضم وزير خارجيته ومستشار الأمن القومي وكبير موظفي البيت الأبيض والمتحدثة باسم البيت الأبيض. هذا وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن بلاده ملتزمة بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية بشكل كامل ونهائي يمكن التحقق منه. وداعا للأورام السرطانية، هذا ما عنونت به صحيفة ديلي تيليغراف البريطانية بعد نشرها تقريرا يؤكد اكتشاف العلماء علاجا عبر بذرة معدنية مغناطيسية تدمر الخلايا السرطانية خلال 10 دقائق.
مريم عثمان. يبدو أن مرض السرطان لن يبقى المعضلة الأصعب التي لم يصل العلماء إلى حلها لفترة طويلة، معضلة بات حلها وشيكا مع الكشف في الفترة الأخيرة عن علاجات عديدة قد تخلص العالم من مرض القرن. ودعا للأورام السرطانية، هذا ما أعلنته تقارير صحيفة ديلي تيليغراف بعد نشرها دراسات تؤكد توصل علماء بريطانيين إلى اكتشاف وصفته الصحيفة بالمذهل فيما يخص مرض السرطان. البذرة المعدنية المغناطيسية يمكنها تدمير أورام المخ في 10 دقائق، هذا ما أعلنته الصحيفة البريطانية نقلا عن علماء بريطانيين، مشيرة إلى أن الابتكار الجديد يستخدم ماسحات الضوء من أجل تسخين الخلايا السرطانية وقتلها. العلاج الجديد الذي طورته جامعة لندن كوليدج البريطانية يقوم على حقن بذرة معدنية مغناطيسية صغيرة في مجرى الدم ليتم توجيهها إلى موقع الخلايا السرطانية، ومن ثم يستخدم العلماء الماسحة الضوئية لتسخين البذور المعدنية ما يتسبب بموت الخلايا السرطانية في الأنسجة وتدميرها. العلاج لا يقتصر على قتل الخلايا السرطانية، بل يحفظ الخلايا السليمة من التأثيرات الضارة للجراحة التقليدية أو العلاج الإشعاعي، كما أنه لا يشمل مرضى سرطان الدماغ فقط، بل يمكن استخدامه لمعظم الأورام السرطانية الأخرى. العلاج المتوقع أن يصبح متاحا لكافة مرضى السرطان حول العالم خلال السنوات الخمس المقبلة، ليس العلاج الأول المكتشف في الفترة الأخيرة لهذا المرض المزمن، إذ يأتي ضمن سلسلة اكتشافات كان آخرها الاختبار التحليلي للدم القادر على الكشف عن 10 أنواع محتملة للسرطان قبل سنوات من الإصابة به. إلى العناوين. تظاهرتان في رام الله وغزة تطالبان السلطة الفلسطينية بإنهاء العقوبات على القطاع وتسديد رواتب الموظفين فيه. العبادي يعد احتراق مخزن لصناديق الاقتراع في بغداد جزءا من مخطط لضرب البلاد، ومفوضية الانتخابات تؤكد وجود نسخ احتياطية. ألمانيا تتهم واشنطن بتدمير علاقة الثقة مع أوروبا، وترامب يرد التجارة النزيهة يطلق عليها الآن اسم التجارة الحمقاء إن لم تكن متبادلة. لقاءات تمهيدية للقمة التاريخية بين ترامب وكيم يونغ أون. هذه النشرة انتهت. لتفاصيل أو حول أخبار العالم يمكنكم دائما متابعة صفحات الميادين على الإنترنت باللغتين العربية والإسبانية. شكرا للمتابعة، دمتم سالمين.